وحتى في دول أجنبية يقطنها المسلمون. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن طبع هذا الكتاب في إيران وحدها أكثر من 30 مرة، هذه في إيران على علمي، وفي العالم ترجم إلى 24 لغة، أملك أنا شخصيا منها 17 لغة في بيتي. ويكفي أن أذكر طريفة واحدة تشريفا لهذا الكتاب الذي وجد كل هذا الرواج، أن القائد سيد علي خماني حفظه الله وأطال الله عمره الشريف، عندما استدعاني وكان معنا الشيخ محمد علي التسخيري وبعض المرافقين، ذكر لي بأن هذا الكتاب هو من أحسن الكتب وقد قرأه 3 مرات وأعجب بما فيه، وقال بأنه كلف أحد الفضلاء الذين يعرفون اللغة الروحية ليعيد ترجمته بالفارسية إلى اللغة الروحية. ثم أطراني بالكثير من العبارات، ومنها قوله: أحمد الله سبحانه وتعالى الذي اصطفاك لتكون من المدافعين على أهل البيت عليهم السلام، وهذا منصب لا ينتخب له إلا أفذاذ الرجال. وكان التذكيري يذكر ذلك لناطق نوري ويقول: تمنيت أن يقول في القائد ربع ما قال في التيجاني. وهذا شرف عظيم لي، والحمد لله ذكرته في كتابي الأخير تسير في الأرض فانظروا تحت في الرحلة الإيرانية. والحديث يطول في هذا الميدان، ولكن رمت الاختصار لأقول بأن ثمار هذه الكتب كثيرة جدا، ولقد استبصر على قراءتها وكذلك على محاوراتي وسفراتي ولقاءاتي بالناس خلق كثير قد لا أبالغ إذا قلت يعد بالملايين. هذا من فضل الله علي سبحانه وتعالى. أذكر حادثة واحدة لأدلل بها على هذا الواقع. كنا في مؤتمر الشيخ المفيد رضوان الله عليه، وجاء في اليوم الأخير في يوم الختام الشيخ الإبراهيمي حفظه الله، وصعد إلى منبر الخطابة وكنت أنا في الصدارة هناك، فقبلني وأخذ الميكرو ليقول للناس أنه يعتذر عن عدم حضوره للمؤتمر لأنه كان مكلفا بمهمة من الجمهورية الإسلامية لدى تايلاند، وهناك استقبله 3000 من الشيعة واستضافوه وذبحوا له. قال: ولما سألتهم عن تاريخ التشيع في تايلاند فأجابوني كلهم: نحن كلنا ثم اهتديت. ولذلك أخرج من حقيبته نسختين مترجمتين من ثم اهتديت إلى التايلاندية، وقال الحديث المشهور: إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، فإن سيدنا التيجاني عنده 3000 فقط في التايلاند. هذا يعني فضل الله سبحانه وتعالى، أتمنى أن نكون من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى بفضل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ونرجو أن نكون تحت لوائهم وضمن شفاعتهم يوم القيامة. والآن أنا شخصيا زرت الجمهورية الإسلامية العديد من المرات بعد قيام الثورة، وقد تعد بأكثر من 20 مرة حضرت خلالها في العديد من المؤتمرات التي تريد توحيد المسلمين.
وسمي مؤتمر الوحدة هنا في إيران، وحضرت شخصيا أكثر من 10 مرات في هذا المؤتمر. ونحن كما ذكرت في المحطة الفضائية المستقلة في لندن أننا دعاة وحدة ولسنا دعاة تفرقة. نحن لما كتبنا هذه الكتب رجونا أن يرجع إليها المسلمون سنة وشيعة حتى يتوحدوا. وعندما سئلت شخصيا ألا تخشى أن تفرق هذه الكتب وتزيد في الشقة، فقلت لا، لأني لم أجد المسلمين مجتمعين فأخشى على تمزقهم وتفرقهم، وإنما هي دعوة صادقة رجوت منها أن يرجع المسلمون جميعا إلى المظلة التي نصبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أدخلوا تحتها ألا وهي إني تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي. فإذا رجع المسلمون إلى هذا الحديث الشريف فسيتوحدون قطعا، لأني أؤمن بأن الوحدة تكون عقائدية أو لا تكون. الوحدة المصلحية التي تقوم على أسس اقتصادية أو على أسس اجتماعية قد تذوب وتزول بزوال علتها. هذه مقدمة بسيطة لهذا الحياة الوجيزة التي قضيت منها ما يزيد عن 36 عام متشيع خلال هذه التجربة التي لاقيت خلالها الأتعاب والمشاق والمرض.